سؤال مهم جدا، لكن قبل أن أجيب على سؤالك، هناك نغمة تكرر كثيرا الأيام هذه الأيام عن الطوارق العاجلة من ليبيا، آلاف ومئات والأسلحة وما إلى ذلك. هذا كلام ليس له أساس من الصحة. أنا لا أنكر أن هناك بعض الخونة من الضباط الذين بعضهم، أنا لا أسميهم كل، الذين فروا من ليبيا، الذين ساندوا القذافي، هناك فعلا ضباط ونعرف مكانته ونعرف الذين فروا من ليبيا، هناك فعلا من القذافي، نعم، مئات من الطوارق الذين عادوا، لكن ليس مئات. أنا أقول الآن أسلحة ومشا. الطوارق لم يكن يوما بحاجة للسلاح، الطوارق دائما بحاجة إلى السلم، لكنهم للأسف الشديد دائما يواجهون بالقوة وبالقمع من هذه الدول التي تحيط بأراضيهم. هناك مؤامرات تحاك مخابراتية بين هذه الدول. القذافي كان هو المؤسس لهذه السنفاد، وكما تعلمون السنفاد أصلا أسست لقمع الطوارق ولضرب أي مطامع للطوارق لتكوين كيانهم أو يكونوا تجمع أو تواصل بين القبائل، سواء في ليبيا أو في الجزائر أو في مالي. لم تكن هناك أي هناك أي حركة تربط جميع الطوارق. لكن الطوارق اليوم، يعني هذا رد على سؤالك، الطوارق اليوم إذا تواصل القمع الذي كان يواصله القذافي ومن كان معه من يفرده من الحكومات، سينتفضون في ليبيا وسوف ينتفضون في الجزائر وسوف ينتفضون في، وقد انتفضوا أصلا في مالي والنيجر، ليكونوا كيان يجمعهم. هذا إذا لم، أنا الحمد لله يعني الطوارق في ليبيا والجزائر حالتهم ميسورة إلى حد ما، لكن كما تعلمون أن ليس ما تنتجه، ليس يعني مقارنة بما تنتجه أرضهم، يعني كما تعلم أن أكبر نتاج نفط اللي هو يأتي من مناطق الطوارق في ليبيا، ونفس الشيء في الجزائر، وأكبر شركة بيورانيوم وثاني شركة في اليورانيوم اللي هي تنتج من النيجر، وهناك آبار يعني لا تحصى في أزواج التي تفعل البترول، التي يعني بعض الدول لا أريد أن أسميها الآن يعني عقدت اتفاقيات سرية بعدم فتح هذه الأبار، وهذا هو التعاون السري الذي يجري بين هذه الدول مؤامرة ببدء الطوارق. لذلك أنا أطلب عبر قناتكم هذه أن تكفوا هذه الأنظمة لإعطاء الطوارق حقوقهم. نحن لا نريد شيء، نريد فقط أن نكون سوي مع بقية الذي دقائق معدودات وربما ثواني. الطوارق لديهم تهمة لاصقة بهم الآن، لكن ليس كل الطوارق يعدونهم القاعدة الخلفية أو السند للقاعدة للتنظيم الإرهابي، خاصة في تسريب الأسلحة أو بيعها أو نقلها. كيف تقصد ذلك؟ قصة قد انزعت هذه القاعدة، أعتقد أن الجميع الآن قد تجاوزها، علاقة الطوارق القاعدة تجاوزناها في نظام الفتاحي وفي نظام التونسي وفي نظام هذه فذا القاعدة. من هي القاعدة؟ القاعدة عبارة عن مخابرات هذه الدول تحركها. يعني انت كيف يعني كيف تجيب العقل؟ يعني القاعدة تدور في مثلث يعني لا يتجاوز يعني 500 كيلو مثلا. لا، انت في حدود معلوماتك، في حدود معلوماتك، هل هناك من الطوارق فعلا من يساندون قاعدة؟ الطوارق سيتحالفون مع الشيطان من اجل ان يحققوا مطالبهم العدالة في هذه الدول. انا لا اقول ان هناك طوارق مع القاعدة، لكن الطوارق سيتحالفون مع من يساندهم في قضيتهم العادلة في التحصيل عن قضاياهم. سيتحالفون مع القاعدة، سيتحالفون مع أي نظام آخر فقط في سبيل الحصول على حقوقهم. هذا كلام يعني الغاية تبرر الغاية تبرر الوسيلة. وهذا الذي قاله الأستاذ لما طرحنا له فقال هذا لم يحدث. الرسالة واحد من التواريخ تقول إن التواريخ يتحالفون ويتعاونون. لم أقول يتحالفون، لن تنفي بأن هناك تعاون مع قاعدة ومع أي تنظيم بسبيل الوصول إلى لا 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 لم أقول هذا، لو سمحت ما لا تجرني إلى ما أعلمه. أنا فقط قلت الطوارق أو سوف يتحالفون مع من يساندهم، سواء قاعدة الغرب مهما كان صفتهم. الغاية تبرر الوسيلة، لكن لا أقول أن هناك طوارق في صفوف القاعدة. هذه فزاعة، وبعدين القاعدة اللي يحكوا عليها هي عبارة عن مخابرات مع أن عرفوها جميعا، عرفوها هي وليدة بعض الأنظمة التي يعني أنت كيف ذو بالعقل ذو يقول لك مخابرات مثل القاعدة في شمال مالي وفي كيف يعني منطقة صغيرة يعني
تسكن فيها قاعدة تسكن ومن التسعين تسمع عن قصة القاعدة ولم نسمع عن أي قاعدة ما اعتقال وهو لناس يعتقلونها وناس ويطلقونها الدول لا لا أريد أن تعرف من هو وعليها الآن على الدول على هذه الدول الآن أرجوكم قد ارتكبتم كثيرا في حق الطوارئ هذا يعني وجه الحكومات وجه هذه الحكومات وهي تسمعني الآن وجه هذه الحكومات قد علينا كثيرا منكم أرجوكم نحن نريد العدالة نعيد أن نعيش فوق أرضنا الأرض التي يعني سجلت عليها الأجداد يعني بعض الناس هو يقولوا لك نحن نبو جنسية ومش عارف كيف جنسية شني احنا جنسيتنا على جبال كاكول كل الحبات هناك من يقول انكم ماليون لما تحلون بمال نحن ماليون لما تحلون بعض الجزائر وبالنيجر لما تكونون في ارضه نحن ارضواليين نحن أجريون في أجر نحن أجريون نحن أياريون هذه المناطق ولم نسمي مالي بروحة ما عندناش بي علاقة نحن علاقتنا بالأرض أزواج أجر أهجر أيار هذه منطقتنا إذن على هذه هل تريدون حكما فيدراليا أم حكما مستقلا نهائيا عن الحكومة المالية أنا الطوارق طبعا الطوارق في أزواج أعلنوها يعني أمام الجميع أنهم يبوا دولتهم اللي هي دولة أزواج هذا لا 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 لكن الدول الطوارق الموجودين في الجزائر وليبيا هذين ليش لديهم أي مطار أو دعاة لكن إذا تواصلت هذه الدول قمع الطوارق وعدم إعطائهم حقوقهم وإنكارهم يسمونهم ماليين حينما يذهبون حتى تعرف ان نفس الطوارق الذين يتهمون في ليبيا اليوم بانهم من مالي عندما يذهبون الى 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 مالي انتم ليبيين انتم جزائريين يعني يحاصرونهم في كره يتلاعبون بهذا الشعب يعني في ارضه نحن فعلا اذا لم تحقق مطالبنا اللي هي العداله والمساواه مع بقيه جيراننا نحن لا نكون اي علامه لاي جهه سواء عرقيه نحن تاريخنا معروف ونعرف بالكرم والصبر والرضاعة قليل لكن رسالة واضحة لهذه الدول أرجوكم أرفع أيديكم على الطوارق ساعدونا لنبني هذا الوطن جميعا سواء في ليبيا أو في الجزائر أو في طبعا لا أتحدث عن أزواج لأن أزواج قرروا مصيرهم ومطلبهم هو دولة تكون أزواج إذن آخر وصيتك أو آخر كلامك هو توجيه رسالة إلى الحكومات التي تطلع على الصحراء الكبرى بأن أرفعوا أيديكم عن رسالة الطوارئ أرفعوا أيديكم ساعدونا نساعدكم نعيش معكم سوية نأكل الملح والمر معكم لكن لازم الحكومات هذه الحكومات أن تقف عن تهميش الطوارئ سواء في الجزائر أو في ليبيا أو في النيجر ومالي هذه الحكومات أشكرك جزيل الشكر أكلي شكا ناطق باسم حركة شباب الطوارق من أجل العدالة والمساواة أشكرك جزيل الشكر مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل Thank you.